الإيطالي بقيادة بالداس بابيو الحكم الدولي وبعونه فرانكو ورينو، وبيراقب المباراة من الخارج الكابتن نهاد محرم، وحكم رابع مصري حسين موسى. جميلة جدا وناحية فنية عالية من كلا الفريقين، الفريقين بيهاجموا في تمرير الكرة جوه الملعب أكثر ما هي بره، وأدي حسين ويعدي ويديله فرصة الحكم، حكم كويس بن علي، وأدي أسامة إسماعيل لأيمن وده محمد سعد، وادي فاروق جعفر اهو حط ايده على دماغه. طبعا المدرب لما بيكون عنده لعيب اساسي ده بدلاء نادي الزمالك وجهاز الكره، وادي الاشرف، واشرف يفتح اللعب لايمانويل، ايمانويل عليه على طول طارق خليل وعلاء عبد الصادق، الاثنين بياخدوا، وادي ايمن وشوط ايمن، ضربه مرمى للنادي الاهلي. ادي ايمن نزيل قدامنا اهو، اول فرصه في المباراه لنادي الزمالك. تعطيل وقت ولكن انا بدي مثال حي. اسماعيل يوسف تروح للكره مره ثانيه ناحيه اليمين، ومعاه محمد يوسف، وضربة حرة مباشرة، وكل واحد مع واحد من لاعبي النادي الاهلي والزمالك، وعالية وعالية وتعدي ايمن منصور وتروح لجمال رضا عبد العال، ويعكس مرة تانية لاشرف قاسم، انما يخش معاه طارق خليل ويطلع الكورة ضربة ركنية. مجهود كبير جدا من طارق خليل في الكورة اللي فاتت ديت، دقيقة و12 دقيقة اتلعبت، الزمالك واخد الجبهة الشمال اهو لازم، وهي تتلعب عاليه عاليه عاليه، قابلها جمال عبد الحميد بدماغه ويمسكها. احمد شبير من افضل اللقاءات اسماعيل لطارق، نادي الزمالك مركز على اللعبه ديت، ناخدوا بالنا مع بعض اهي، واخد الجبل هناك، انما حماده سيد يغطي ويلمها، وفي رايه ان في زقه من اسماعيل. طاقم الحكام لغايه دلوقتي متفاهم، والظاهر انهم متفقين مع بعض، الحته اللي بجوار اللاين زمان ممكن جدا يد فيها. واحمد شبير بيفض اشتباك ما بين ايمانويل وحماده صدري وبيسكت الجمهور، والله حاجه كويسه جدا من لاعبي النادي الاهلي احمد شبير. وادي ايمانويل وعاليه، جمال تخبط الكرة وتطلع بره الملعب، ضربة مرمى للنادي الاهلي. وامامية لاحمد رمزي. مرعي على طول عرضية وعالية في اتجاه ايمانويل، يلعبها ايمانويل بدماغه وبيتابعها جمال، يلعبها بالعرض ويطلعها محمد سعد وينقذ الموقف على طول اسامة عرابي لوليد، انما احمد رمزي يرجع ويلم، ويشترك اشرف قاسم مع المهاجمين، وعاليه واخده لفه، انما تطلع كره بره ضربه مرمى للنادي الاهلي. تتلعب لرضا، ورضا لمرعي، ومرعي يشوط، تمشي بالعرض تبقى ضربه مرمى للنادي الاهلي. لو حضراتكم بتشوفهم خارج اسوار الاستاد وقبل المباراه بحوالي ساعتين ثلاثه والجماهير زحفه والاناشيد وناس جايه تقضي يوم جميل جدا. وهشام ياكن و كارت احمر، كارت احمر بدون الحكم، كارت احمر لهشام ياكن، هنشوفها مره ثانيه، هنشوفها مره ثانيه بالاعاده. الحكم يعني كان ممدوح مصباح برضو، هنشوفها مره ثانيه زي ما باينه في الشاشه، كان ممدوح مصباح برضو في لقاء من اللقاءات الاهلي والزمالك، الحكم برضو طرده. وادي الوقت البدل الضائع زي اللي احنا بنشوفه هو 54 ثانيه 55 ثانيه داخلين على الدقيقه،
ده وقت غير قانوني لان الحكم هو المقاط الوحيد، ومناقشه بين الكابتن جمال عبد الحميد والحكم وفاروق جعفر ومقاي بيطلعوا هشام ياكل. هنشوف خطة فاروق جعفر بعد هشام ياكل لما يطلع، وهنشوف انور سلامه هيستغل الكوره وتروح وطلعها خط دفاع الزمالك لجمال عبد الحميد لرضا عبد العال، يقلش حماده صدقي، رضا عبد العال وعلاء عبد الصادق، وفاول على علاء عبد الصادق. اصبح مقصوليه الحكم دلوقتي تضاعفت في الفاولات، لازم يبقى صاحب كله. ساعه من الشوط الاول ولا زال التعادل قائم بدون اهداف، واشرف قاسم انه بادئ بيشوط جامده جامده بجوار القايم الشمال، ضربه مرمى للنادي الاهلي. اسامه عرابي ويلعب كره عرضيه لوليد، ووليد يلعبها عاوز يريحها لمحمد يوسف ويخمسها محمد يوسف وعلاء ميوب، وضربه مرمى لنادي الزمالك. وفي انطلاقات من نادي الزمالك، ايمن منصور، انما اتاخر ايمن منصور وفي فاول على طارق خليل. ده واخد انذار قبل كده وكارت احمر، كارت احمر لطارق خليل. يبقى كده كل فريق خسر لاعب، واعتقد طبعا لو حكم مصري عمل العمليه دي طرد ياكن او طرد طارق خليل كان طبعا ما حدش، انما القانون يعني قانون، واصبح دلوقتي الكفتين تاني مره على خط الظهر وخط وسط نادي الزمالك. ايضا هشام ياكن ليه واجب دفاعي كبير، طبعا الاثنين هيأثروا دفاعيا رغم ان طارق خليل بيلعب هجوميا، انما في رايي الشخصي هيأثروا دفاعيا. وادي فات حوالي حسين عبد اللطيف لايمانويل، على طول محمد سعد بدماغه، محمد يوسف بدماغه، وتصويبه عاليه من حسين عبد اللطيف. دقيقه و15 ثانيه وقدامنا الوقت الضايع اللي محسوب 3 دقائق و54 ثانيه، ولكن هو المقاطي الوحيد. سيداتي يعني سيدي سادتي، انتهى الشوط الاول بتعادل الفريقين بدون مرة أخرى. سيداتي أنساتي سادتي، نتابع أحداث الشوط الثاني من لقاء النادي الأهلي مع نادي الزمالك. انتهى الشوط، رضا عبد العال وأمامية لأحمد رمزي ومع محمد سعد، لعبها بالعرض إنما حمادة صدقي ينقذ فرصة كبيرة جدا من هجمة منظمة من ورمضان مستني هناك ما دلوش، ادى ليوسف محمد يوسف لعرابي ورمضان وتعدي تعدي وبيتحرك له رمضان يعدي من مرعي وعاوز يعمل هتاخد انما عدى ويلعبها يمسكها حسين السيد. اول اختبار لحسين السيد ويلعبها بينيه حلوه لمحمد سعد، ومحمد سعد يلعبها بالعرض انما تخبط في القايم من اسفل وتطلع ضربه مرمى. جمال عبد الحميد هو اللي بيلعب في نص الملعب زي ما قلت لحضراتكم، وادي رضا عبد العال ومحمود صالح ويعدي رضا ويلعبها بعرضيه، وجمال يشوط تخبط وتفقد قوتها تخبط في علاء عبد الصادق اللي كان مغطي بيغطوا خط ظهر النادي الاهلي، غطى في ثلاث لعبات في منتخب طارق خليل، ويبقى كل فرقه بتلعب 10 لعيب. وادي تصويبه من علاء عبد الصادق وضربه مرمى للزمالك. هيعمل اول تغيير الفريق الاولمبي، طلع ايمانويل ونزل خالد الغندور، رقم 6 اسماعيل يوسف يلعبها لحسين عبد اللطيف مره ثانيه اماميه ومع محمد يوسف، يعدي محمد يوسف ويلعب كره عرضيه يطير عليها ايمن منصور، انما محمد سعد يلعبها علي ورضا عبد العال وتصويبه، واول مره احمد شوبير يختبر جدي زي ما حسين السيد من كره محمد سعد، اول مره برضو الكره ايجابيه على مرمى النادي الاهلي احمد شوبير، هنشوفها مره ثانيه لرضا عبد العال، اول مره اختبار جدي لاحمد شوبير مكان جمال عبد الحميد. يبقى كده فاروق بيحاول انه ينشط
هجومه. وطلع جمال حميد من اللعيبه اللي قضوا في الملاعب وقت كبير جدا، وهيسيبوا بصمه من اللعيبه الهدافين. تحضير في اليمين ونقله في الشمال على طول لعبها النادي الاهلي، وعصام مرعي وهجمه ومفيش رايه وانطلاقه، وايمن منصور وطلع شوبير ويصدها شوبير في اول فرصه حقيقيه شوبير النهارده. ايمن منصور اهو وادي فاروق جعفر بيقول ماشي يلعبها تروح الاعلامي يغمزها لنفسه ويشوط، انما تخبط في حسين عبد اللطيف ويطلعها. عامل ماتش كبير قوي حسين عبد اللطيف برده، انما لعب على ما يبقى بحرفنه زغدها من فوق دماغ المدافع ولعب على طول مباشره، انما حسين عبد اللطيف صاحي وعرضيه مره ثانيه اشرف قاسم يطلعها مش بقول ويلعبها لنفسه وماشي احمد يلعبها لمصطفى نجم ويشوط تخبط لمحمود صالح وترد لمحمد سعد. اسماعيل يوسف احمد رمزي خالد الغندور ماشي خالد ماشي خالد ماشي خالد زنق نفسه طبعا يلعبها ليه احمد رمزي يلعبها بالعرض تقلش الكره لاسماعيل يوسف يلعبها بالعرض ويخش ايمن منصور ايمن منصور يحط الهدف الاول لنادي الزمالك في الوقت القاتل في الدقيقة 39. خالد الغندور هنشوفه مرة ثانية، اسماعيل بيشوط وغير مراقب أيمن وسط اثنين، يتقدم نادي الزمالك بهدف للا شيء أحرزه أيمن منصور. أيمن منصور في الدقيقة 39 من الشوط الثاني، هنشوفه مرة ثانية اسماعيل يوسف يشوط التسعين تقلش من على رجله، وادي ايمن غير مراقب تماما وخش الكرة على يمين شوبير ليحرز ايمن منصور الهدف الاول في المباراة في الدقيقة 39، انما خالد الغندور عمل بيها مجهود كبير جدا ولعبها لاحمد رمزي لعبها بالعرض و تروح لاسماعيل اللي لعبها تقلش، وايمن منصور غير مراقب ليتقدم الزمالك بهدف في الدقيقه 39. توصل الكره لاسامه عرابي وضربه ركنيه وعاليه رمضان بيصلحها لحماده سيدي تخبط وجوه جول بره بره، الناس واقفه قدامي هنا. رمضان اسماعيل يوسف اسماعيل يوسف لمصطفى نيك وماشي مصطفى نيك عاوز يعدي وعدى مصطفى، انما محمود صالح يرجع الكوره لاحمد شوبير. روح لاسماعيل يوسف يلعبها لاحمد رمزي، احمد رمزي للغندور، الاثنين عملوا ثنائي لايمن منصور. ايمن منصور يلعبها من ناحيه الشمال ماشي ايمن منصور لخالد الغندور نشطت الجبهه الشمال والزمالك واحد، والاهلي لا شيء. احرز الهدف ايمن منصور في الدقيقه 39 من هذا الشوط. توصل الكره لعلاء ميهوب ماشي علاء ويعدي وماشي هتخد مع انور لرمضان، انما يطير عليها حسين السيد ويمسك. طبعا اللحظات دي بتعدي على فاروق جعفر تقيله جدا ما بتعديش طبعا والسلامه، ودي خبره مدربين. ويصفر الحكم الايطالي فابيو بانتهاء الشوط الثاني والمباراة بفوز الزمالك بهدف احرزه ايمن منصور في الدقيقة 39 من الشوط الثاني، ليرتفع رصيد الزمالك الى 36 نقطة ويتوقف رصيد الاهلي عند 25 نقطة. سيداتي يعني سيداتي حظ افضل لنادي الاهلي اللي عمل مباراة طيبة، ومبروك لنادي الزمالك الذي تصدر الدوري ب 36 نقطة حتى الان. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.
تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.